قد منا روح. أنا محرز، أنا إنسان فهمتني بسيط، طاحت بيا لهنا في تونس ياسر، فديت فهمت كيف هي. قديش طاحت بيك؟ طاحت بيا عام 2002، كنت بحانوتي أنا لاباس عليا فهمت كيف هي. دخلوا معايا الشركاء زوز، الزوز هذوما الشركاء خدموا مخاخهم عليا، حسيلوا فلسوني. يقولوا الشركة ما فيها بركة. الشركة ما فيها بركة، رجعت فهمتني من الصفر. داروا بيا ثلاثة من الناس أحبابي وأصحابي، قالوا لي لا متى باش تقعد في تونس، برا امشي أحرق، تو فهمتني تتبدل حياتك وتولي لاباس عليك بالضبط. سمعت كلامهم ولا؟ سمعت كلامهم، لميت أنا طرف فلوس أختي الغالية، وهزيت روحي وطلعت لطالي. حرقة؟ حارق إي. وماتوا معايا زوز. سامحني؟ عام قديش؟ عام قديش؟ هذايا عام 2008. عام 2008. في البطولي أنا ماشي فيه ماتوا زوز معايا. الله يرحمهم، كيفاش شنو صار باش توفاو؟ ماذا بيا تحكي لي كل شيء، خلي الشباب يسمع، الشباب اللي يحب يحرق خليه يسمع. هذوما كيفاش توفاو؟ واحد خاف من البحر وخاف من الحوت. تشوف شنو احكي لي شنو هكا؟ وصف لي المشهد. شنو المشهد؟ المشهد اللي صار جا واحد جلطة. قداش من واحد انتوما ساعة؟ نحنا ثمانية ماتوا زوز وتعداو ستة فهمت كيف هي. حسيلو كي شاف الحوت هكاك كبير ونحنا في قارب صغير فهمت. انتوما ما خفتوش؟ انت مثلا خفت ولا؟ شنو؟ انت خفت ولا؟ يا اخي واحد ما بين السماء وماء راهو الحوت فوق زرقاء واللوتة فهمتني زرقاء، كل شيء أزرق، كل شيء أزرق. والحوت تشوف كان في الحوت هكا هاو تتفجع نفسانيا، قلبك يبدا يجري في الميتين. حاجة أكيدة على الأخر، يعطيك الصحة وتشوفك العذاب هذاك، معناها مسافة طويلة تقول شوف كيفاش نتعدي ونسلكوها ولا لا. بالقارب اللي عندنا نحن على خاطر ماهوشك الصحيح فهمت كيف. طيب علاش خليت روحك في الريسك؟ ما هو على خاطر انت والسوم رخيص، يعطيك الصحة السوم رخيص، وقت خارجين وقتها ب 800,000 كانت قبل فهمتي ب 800,000 الحرقة. تفكرني عام قديش؟ عام 2008. ويا حسرة يا حسرة، كانت ب 800,000، توا وليت ب زيدها صفر، توا زيدها صفر. ليه وليت ب 16؟ سمعت انا هذه الحرقة المضمونة، وفما ب 8 وفما فهمتي ب 9 حتى بلاش، فما بلاش اي، اما ريسك هذيك البلاش. يعطيك الصح. مشيت اختك الغاليه غاديكا، قابلت فهمتني جماعه ملحومه، قعدت حذاهم، تعذبت، قعدنا في مجزرة، تعذبت انا كل الشهور الاولانيين متاع خمسه فهمتني شهور. قبل ما تحكي لي على الحكايه هذه خلينا ساعه مازلنا في البحر، وسع بالك معي خاطري نسال برشا. وانتم في البحر كيفاش توفيوا الزوز؟ ما قلت لك واحد خاف جلطه جاتو، والاخر من الخوف رمي روحه، رمي روحه للحوت، رمي روحه ومات غادي كف، معناها ما فهم شيء، رمي روحه، رمي روحه وما نجمناش نرجعوا له على خاطر القارب نتاعنا طايب ياس. الحكايه هذي نرجعوا له غاديك باز باش يشرب المال. هو علاش من الخوف رمي روحه؟ هو خايف من الحوت، رمي روحه للحوت؟ لا خاف من الفازه اللي صارت. راهو عندك الحق انت كنت تمشي الوسط، يظل واحد يدخل بعض ويولي يتصرف درا كيفاش. حكيها سهله فهمت كيف، اما كي تدخل ما عشتها بحر في اعماق البحر تشوف العذاب اختي الغالي، تشوف فما بوسيبيليتي يبدا قدام عينيك، فما بوسيبيليتي يكونوا زوز هذوك ماكلاهم الحوت بالطبيعه. لا زوز هذوك ماكلاهمش الحوت، واحد بركه كلاه الحوت، الاخر مشى معانا ميت، طاح جلطه معانا في البطو. قداش بقى معاكم ميت؟ مشى معانا غاديكا في مجزرة، وصلناه غاديكا كل يا ربي ثنيتو، هبطنا نحن الجزيرة مجزرة هذيا، كل واحد سي شد ثنيتو فهمت كيف. انا هربت باش نكذب عليك، وخليت اهل البلا في البلا وهربت، ودخلت لطاليا وعشت فهمتني مع ناس غاديكا فهمتني. وصلتوا لاباس المهم؟ لا وصلنا لاباس، اما الاخرين ماتوا الزوز ستة وصلنا لاباس امورنا واضحة. وصلت انا غاديك مشيت فهمت، تمرمت الايامات الاولى ما نعرف حد فيها طاليا. مرميت كيفاش؟ مرمت انسان من الجوع، جعت من الفقر، معناها ما عندي حتى دول. عشتوا بكل انواعه؟
في الشوارع فهمت كيفاه، في البرد بت فهمتني تحت الحيوط، في الاخر فهمتني الحمد لله حلت فهمتني، لقيت واحد ولد حلال حجام من الحومه حطني ديباناج حذاه، تبعتك الثنية الخايبة فهمت كيف، بعتك الغبرة وبعت الواحد باش هزيت شو. الغبرة هو أسهل طريق في إيطاليا؟ أسهل طريق الغبرة، جاوني طلين تحبي على ركايبها فهمتني، اللي يعطيني ذهبه واللي يعطيني فلوس على خاطر المخدرات، أي واللي يعطيني شركته واللي يعطيني فهمتني مونجيلته، اللي نطلبه أنا يبدأ جاي هو شد المونج يعطيك اللي تحب عليه، حتى الدار كي تقول له اكتبها لي تو يكتبها لك الدار. حسيلو عملت انا برشا فلوس والحمد لله هبطت لتونس معناها لميت الفلوس وهبطت باش تكون في بلادك. عندي الحوانت الحمد لله، رجعت من لول جديد الحمد لله يا ربي، عندي الكراهب عندي قهوه الحمد لله يا ربي، معناها رجعت من لول جديد ولاباس الحمد لله. لك هو لك هو قصتي. قصتك فيها شوية حاجات هكا خايبة بالطبيعة، راهو باش يواتيك الخايب والباهي. راهو أخي بحكاية من اللي حكيتهم لي طريق البحر، هذيك أخي بحكاية اللي يموتوا قدامك زوج، حتى كي جعت واحد الأيامات الأولى ما فما غاديك جمعيات فهمت كيفاش. إيش عندك من اللي هبط؟ أنا عندي توا فوق 2010 هبط. من 2010 عندي فوق 11 سنه توا. 2010 و2010 معناها الوضعيه تبدلت على توا. لا قبل 2010 ضايع جمله. نحكي لك معناها على الحرقه وانه انك توصل وتنجم تكون وتنجم تعمل فلوس. لا لا ما عادش كيف الشباب توا اللي يحلم بها الحاجه هذه. توا راهو يحلم الشباب فهمت كيف، ماشي في باله اللي هو باش يمشي لايطاليا يلقى الجنه، وهو بالعكس باش يمشي غادي يلقى الفقر والميزيريا اللي هما توا سختو توا ولادهم فقراء طلاين جواعة توا فهمتني في كروشهم، ملي زاد زدمت عليهم ماك الكورونا ما خلت لهم شيء، حاسيلو الاقتصاد نتاعهم الكل طايحات، معناها توا ريت انت تهبط سوق العصر هكاك توا طاليا يبيعوا هكاك في الخرد ويبيعوا فك السبدريات المذرحة ويبيعوا. ماذا بيا تنصح الشباب التونسي اللي لتوا معناها طموحه انه يحرق؟ نقول له ال 12 مليون اللي باش تمشي تحرق بها حطها فهمتني في مشروع في تونس لو تنجح به، باش تمشي غاديك راهو باش ياكلك الفقر والميزيري وما تنجحش. راي عباد غادي فهمتني عندها 12 سنه و20 سنه و14 سنه تبات في الشوارع، اللي مرض بكلوته واللي مرض فهمتني بالقلب واللي مرض بالسكر واللي انواع الامراض الكل تتكون له غاديك، على خاطر لا عندك لا ابو لا اخو لا عم لا فاميليا لا حتى حد، وحدك تحارب في الدنيا وحدك. يعطيك الصحة ربي يوفقك.